موجودين معانا ولادنا في جولة في وسط البلد، ولادنا مع سهير عبد القادر وتحيا مصر في شارع الألفي، انتظرونا. شارع الألفي بعد التغيير، قفلوا الشارع بقى كله كافيهات، وعايز اعرف ايه رايك في التغيير اللي حصل؟ لا والله العظيم حصل احسن حاجه اللي هي حصلت دي كده، واحسن حاجه، وكان هنا كله كان زباله وقرف وجنينه، هنا كده بصراحه ربنا نضفت نضفت نضفت. سياح بيجوا يشتروا منك راديوهات؟ اي أيوة والله. ايه بقى الراديو ده؟ ده صيني. يجيب ايناس جوهر؟ كل حاجه. طبعا بصوا بقى الكشري المصري والكبده والشاورما والحاجات الحلوه كلها اهي، اللي عايز ياكل كشري حلو. الكشري جميل، كشري حلو جميل جدا. ايه رايك في المكان بعد ما تغير؟ لا انضف واحسن وانضف وارقى، شعب متقدم وبقينا متحضرين، لكن المهم نحافظ على الحضاره، نحافظ على القيم، نحافظ على النظافه، يبقى جوانا سلوك بني آدم، ما ترميش حاجة على الأرض. تحيا مصر وكشري مصر. ايه الكشري الحلو؟ ايه بقى النظام هنا؟ في إقبال على الكشري ولا ايه بقى؟ طبعا. ده كشري بإيه ده؟ الدقة كله ولا عندك؟ لا هو كشري سادة، بعد كده هو يحط الدقة والشطة اللي هو عايزها. صباح الخير. بصي بعد تدور شارع الألفي والطايفة والحدث اللي حصل فيه والتطور اللي حصل فيه، مفيش بعد كده أوروبا أوروبا أوروبا، فاحنا طالبين في المزيد وأحسن، والمحافظ ورئيس الحي على أعلى مستوى الشغل فيه، لأن أنا قاعد في شارع الألفي وعارف شارع الألفي. نقول مع بعض بقى تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنة والطيبين. هي دي مصر الأمينة، ومع مين؟ مع أولادنا اللي نفسه الدول الأجنبية في الافتتاح السنة دي. بيحبوا مصر. قهوة أم كلثوم انشأت عام 1948 في عهد الملك فاروق. انتوا لسه بتسألوا مين اللي هيكون معانا النهارده؟ مبسوط ان اول زياره ليا في المنصوره انت معايا فيها والله. احنا متغامره واوليله والمنصوره، فانا جاي عشان استقبلك. كانت في كفر الشيخ. لازم تحكي لي القصة دي دلوقتي. Yeah.
بشوفها الدينامو. سوير عبد القادر يا جماعه طاقه لازم نستغلها، تحطها في مهرجان سينما تبدع، تحطها في مهرجان سياحي تبدع، تحطها مع اصحاب الهبه تبدع. حفل كان اكتر من رائع في جامعه القاهره، والنهارده بتاخدي ولادنا اصحاب الهمم في جوله في شارع الالفي بعد تغييره. كلميني عن الفكره والباص المفتوح وشوارع مصر. اول حاجه لازم نشكر طبعا الامن بتاعنا، لان انا يعني كنت مش مصدقه ان ممكن يدونا، اولا ممنوع التصوير في الشارع اساسا يعني، فانهم كمان يجيبونا في وسط البلد بالطريقه دي، والامن اللي انت شايفاه ده هي دي مصر الامنه، ومع مين؟ مع اولادنا اللي نفسه الدول الأجنبية في الافتتاح السنة دي. نعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيء ناقص، أنا الفاهم أنا الواعي، وطول الوقت أنا حاسس بإني رقم صحيح في معدة الدنيا، ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش. وبسمع صوت بيدخل قلبي زي النور، بيطرح غنوة جوايا بدن دينها، مفيش بيني وبين أحلامي سد وصور، حياتي لوحة بإيديا بلونها، أنا اللي بإيدي بلمس نجم عالي بعيد، وقمر الحب بينور لياليا، وكل ما حلمي يخلص يجي حلم جديد، وبكرة أنا شايفه أجمل بكرة في عينيا. بعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيء ناقص، أنا الفاهم أنا الواعي، طول الوقت أنا حاسس بإني رقم صحيح في معضلة الدنيا، ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية تستاهل عشان تعيش. السنة اللي فاتت للسنة دي حصل تغيير كبير قوي للولاد في الفن بصراحة، وده كان بسبب الكونسرفاتوار ومعهد الباليه، الأكاديمية فتحت لأولادنا كل الفصول عشان يطلعوا النتيجة دي. فالسعادة السنة دي إن أولادنا نفسه الأجانب. يعني طبعا انا عايزه اعرف عامله لهم برنامج ايه تاني غير شارع الالفي، وليه اخترت شارع الالفي النهارده بعد التغيير؟ يمكن ناس كتير في مصر ما يعرفوش ان اتغير هنا بقى في كافيهات وقعده وحاجات كده. عشان اقول ان مصر امانه، ان احنا نزيد في وسط البلد وكل الامان حوالينا هنا، ومع رساله امان ومع رساله سياحه، رساله امان وسياحه. احنا في كل الاماكن السياحيه رايحين، كنا السنه اللي فاتت كده بس ما نزلناش الشوارع في وسط البلد بالطريقه دي. فانا حاسه ان في سعاده في وش الناس، لان دول الولاد دول اول سنه احس انهم اندمجوا مع المجتمع، وعايزين المجتمع يبص لهم بطريقه تانية خالص. هم اسوياء واحسن مننا، وعندهم تحدي اكتر مننا. هل حاسه بتغيير من السنه اللي فاتت للسنه دي ليهم بعد اللي عملوه اللي عملتيه لهم؟ وهل حسيتي ان فرق مع نفسيتهم مع هممهم؟ عارفه ليه؟ لان احنا ما استنيناش من المهرجان لمهرجان او من ملتقى يلا انت شايفه دول الصينيين الجمال، دول الصينيين ما شاء الله، الوفد الصيني هيعملوا دلوقتي استعراض دلوقتي حالا. اسيبكم معاهم وبعدين نكمل وهنشوف الوفد الصيني دلوقتي هيقدم استعراض في وسط البلد. ولادنا اصحاب الهمم
very honored to come here to attend this festival. So our girls are very, very happy. Oma, no, you have to do that. You have to do that. You can look okay. at the girls. هما سعداء جدا وبيقول لك احنا حاسين ان حاجة فخر ليهم انهم موجودين في مصر. What did you see in Egypt? Tomorrow they will go to the pyramid. Yes, yes. هما بكرة هيروحوا البيراميد وهيروحوا هيروحوا يشوفوا الهرم ويروحوا بيحبوا مصر. هو الحركة دي بيقول لك احنا بنحب مصر. واهلا بيكم في مصر. You are welcome here in Egypt. Thank you. We love madam. We love madam. بيحبوني. طب حلو. انا شايفة كل وانا بحبكم. بحبكم قوي. Thank you. Thank you. في شارع الألفي وهنوصف لكم الشارع. احنا دلوقتي الشارع ده طبعا قفلوه وبقى مطاعم على اليمين وعلى الشمال. هتلاقوا الأكل المصري الشعبي الكشري والكبدة والمخ والآيس كريم الحاجات بقى المشبك الحاجات اللي الناس بتيجي مصر بتاع الكباب حاجات اللي كل واحد بيجي مصر بنفسه ياكلها عملوها. دهنوا كل البيوت والميدان وزي ما انتم شايفين احنا دلوقتي المحلات على اليمين وعلى الشمال. الشارع ممنوع تعدي فيه العربيات. في ناس واقفه بتبيع هدايا سوفونير ممكن تشتروها. اللي عايز ياخد سبحه، اللي عايز ياخد حاجه قديمه، اللي عايز حاجات ديت. ده من أقدم المسارح اللي كانت موجودة. مسرح شهرزاد ما زال موجود، الكاميرا هتصوره أهو. طبعاً أهو زي ما انتم شايفين كانت فيها حفلات وعروض مسرحية. كمان كان في قهوة بعرة هنا. قهوة بعرة دي من أقدم القهاوي، كانوا بيقعدوا عليها اللي عايزين يمثلوا، بياخدوا منهم ناس يودوهم للأوردرات والتمثيل والحاجات ديت. والدنيا فعلا بجد أمان زي ما انتم شايفين. الشارع اتغير، الكل المكان كله اتدهن، بقى فيه تغيير كبير جدا للمكان. طبعا انا بشكر محافظ القاهرة، وياريت اشوف كل شوارع مصر بقى وسط البلد بالاخص ان احنا نرجعها تاني. وكمان احنا عندنا الناس كلها بتروح خان الخليلي، وخان الخليلي لسه محافظ على نفسه، ولكن ايضا وسط البلد فيها اماكن كتير حلوه. في كمان السينما هنا اهو، السينما دي سينما كايرو، اهم عروض الافلام، العروض الجميله والافلام الحلوه اتعرضت كلها هنا. وطبعا قهوه ام كلثوم اهي هنصور عندها. شايفين الشارع، شايفين القهاوي، شايفين الكافيهات، الناس بتاكل بنفس، مطاعم حلوه واكل حلو، الاكل المصري البيتي الحلو موجود. طبعا يعني كل حاجه نظيفه هنا، لان طبعا في كنترول جامد على المكان. وادي اهي قهوه ام كلثوم، وهناخد صوره للذكرى معاها. و
انشئت عام 1948 في عهد الملك فاروق. الاجانب قاعده اهي مبسوطه ومتسليه، ومزار سياحي جميل. تابعونا، ما زلنا معكم في شوارع مصر. مصر بتتغير من قهوه ام كلثوم. انتوا لسه بتسألوا مين اللي هيكون معانا النهاردة؟ مبسوط اللي اول زياره ليا في المنصوره، انت معايا فيها والله. احنا متغمره واول ليله والمنصوره، فانا جاي عشان استقبلك. كانت في كفر الشيخ. لازم تحكي لي القصه دي دلوقتي.